مواهب متنوعة خلال فقرات فنية يقدمها الأطفال على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية خلال الحفل السنوي لجمعية أيادينا. اليوم حبينا نغير شكل وندور على الفراغ اللي عندهم يا وننمي مواهبهم، نعطيهم الثقة بحالهم ونعمل حفلة لنجمع المواهب ونعمل مثل مسابقة. نحن عم نحاول نقدمهم ونشجعهم لهالأطفال مشان يكون عندهم شخصية قوية، مشان أهاليهم كمان نفس الوقت يشجعوهم. فحبينا كمان انه مو بس نكون وقت الازمات مع بعض، نكون كمان مع بعض وقت الفرح. لهيك عملنا ايفنت للاطفال عن مواهب الاطفال، تشجع فيه الاطفال على مواهبهم، في منهم بيعرفوا انه عندهم مواهب، في منهم اسلام بيعرفوا قد ايه هن موهوبين. كثير عروض مميزه، في عالم عم ترقص، في عالم عم تغني، في عزف، يعني في مواهب مختلفه فكتير حلوه. المواهب كلها حلوه بصراحه، ونحن ساعدناهم لحتى يطلعوا على المسرح، ومبادره حلوه وخيريه بالنهايه. 17 لوحه فنيه غنائيه راقصه قدمها الاطفال. انا حبيت شارك واعرض موهبتي قدام كل الناس لانه انا كثير بحب العزف على العود وبحب كمان غني. انا اليوم رح شارك رقص، وانا كثير بحب الرقص، وانا موهبتي يعني كثير، وانا كثير تعبت عليها مشان اطلع على المسرح. حبيت شارك لنعرض مواهبنا. صار لي 3 ايام بتدرب يعني زومبا، واليوم طالعه على المسرح. تنمية مواهب الأطفال ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وتعليميا وبناء شخصيتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.